كيفكم؟ كلنا عارفين مع كثرة المشاريع المعمارية في دبي الشخص صار يحتار إنه يلاقي البيت المناسب لإله. ومعايا وفي كل حلقة من سمسار في دبي رح نضمن للكاستمر إنه يلاقي البيت اللي بيتماشى مع تطلباته ورغباته والبادجت تبعه. والنهاردة حيكون معايا كاستمر طلباته واضحة وصريحة إنه بده 3 بيدروم فيلا في مجمع سكني هادئ ويكون مناسب لعائلات وحواليه جرين اريا. وانا اخترت له سستينبل سيتي، المدينه المستدامه. سستينبل سيتي هو اول مجمع سكني بحق الاكتفاء الذاتي تبعه منطقه، موجود على شارع القدره وقريب من كل الاماكن كبرج خليفه، دبي مول، مول اوف اميريتس ودبي مارينا. ما بياخذ منا وقت ماكسيموم 15 مينيت بالسياره، والحلو انه جواه ولطف جرين اند شيدد اريا. وكمان كل المرافق الاساسيه موجوده جوا الكوميونتي ككوفي شوب، ريستورنت، سوبر ماركت، مستشفى وسكول. وده كان بارتس من متطلبات الكاستمر تبعنا اليوم، وانا متاكده انه حيعجبه جدا المكان. هاي يحيى، كيفك؟ هاي نسرين، كيفك؟ ان شاء الله كان الطريق سهل. تمام الحمد لله، وصلت على طول. انه بعرفك تتضايق من الزحمه فاخترت لك سستينبل سيتي. ده اختيار مناسب لان فعلا ما بحبش الزحمه، ما فيش حد فينا بيحب الزحمه، يحب يوصل شغله بسرعه ويكون مخارج والمداخل بسيطه وسهله يعمل. وده المكان المناسب. تمام. يلا ليتس جو. ان شاء الله يا جماعه. ان شاء الله. وانا دلوقتي جهزت لك 3 بيدروم فيلا، واحدة مفروشة والتانية مش مفروشة. اوكي. وبعدين حفرجيك كل الفاسيليتيز الموجودة جوه الكوميونتي. في سويمينج بول، في جيم، وفي بلاي جراوند اريا. فيري جود. وايه ده اللي هناك؟ دي من اول المفاجآت اللي حفرجيها لك بعدين. وشايف في باجيز كتير الناس بتتحرك بيها. في الباجيز هاي متوفرين 24 hours. اوكي. لو انت فيك يعني لو انت بتقدر بتسوق الباجي ممكن تاخو اي باجي وبتروح عشان بتلاقيهم يعني موجودين حواليك كل الاريا. ولو كمان مثلا انت تكون بالشغل والمدام بس موجوده في البيت ورايحه الكارفور لتسي او سوبر ماركت ومعها اغراض كتيره فممكن تكلم الكونسيرج باجي وبيجوا في اي وقت يعني 24 hours ممكن يجي ويحمل لها الاغراض وياخذوهم لها على البيت. ولو لاحظت هنا كل الباركينج اتشيدد اوكي بسونال بانيل، وهالشيء اوريدي بروديوس يعني للطاقه للكوميونتي، وفي نفس الوقت كمان بيحمي سيارتك. يحيى، دي الفيلا الاولانيه اللي حوريك اياها. اوكي. وكل الفيلا اللي هنا نورث فيسينج، وهالشيء ما بيخلي انه الحراره تفوت للبيوت او للفيلا. دي حاجه أوكي. مهمه جدا طبعا. ودي الفيلا تبعنا، خلينا نفوت جوه. تمام. واو. اول ما ندخل هنا اتس اميزنج رايت جاردن. يا دي الجاردن مساحتها حلوه وجميله جدا. مطله دايركت على الليفينج روم. اوكي. ولو شفت حتى من فوق يعني ممكن حتى على كل الغرف على كل الماستر بيدروم، فممكن تشوف كمان الفيو تبع الفيلا. حتى لو انت بال اللي فوق كمان شايف فوق نفس الفيو. فممكن هنا تعمل زي لايك قاعده كده بسيطه. ممكن كمان بلاي جراوند اريا هناك. أوكي. عشان مساحتها كبيره فممكن يعني انه تعمل كذا حاجه في الجاردن. وبالليل الجو بيبقى تحفه اكيد في الحته دي طبعا. اكيد فممكن تستغلها وتعمل حاجات حلوه. وزي ما انت شايف كمان هنا كل الفيلل فوق منهم يعني السونال بانل كمان. اوكي. طب يلا خلينا نفوت جوه. تمام. دلوقتي احنا هنفوت جوه الفيلا. يلا بينا. يلا بينا. اتفضل يحيى. الفيلا عباره على 3 بيدروم بلس ميد روم. اوكي. مثل ما شفت انت شايف هنا في الكوليدور. اوكي. وهنا في الليفينج روم مساحته واسعه وجميله. طبعا مساحته واسعه جدا. في هنا سيلينج عالي وهالشيء بيعطي اضاءه ونور للبيت. اوكي. وكمان لو شفت ايفن السبوت لايت عاملينها بطريقه حلوه جدا بتعطي اناره للبيت. شيك جدا. فمساحته كبيره فممكن يعني تأثثه بعدين على طريقتك. فممكن نحط هنا الصوفة الشيب صوفة، وهنا ممكن التلفزيون. مظبوط. الزجاج معمول من ماتيريال عاجزه للحراره. اوكي. وفي كمان البنت هنا كمان عازل للحراره.
اوكي. وزي ما انت شايف ايفن حتى المكيف هنا على طول الليفينج روم، فكمان ده حتى لو بالصيف يعني لو في شويه حر وكده فده فبيخلي الجو كتير رطب البيت. آه انت على الغرفه كلها مش زي ما تكون في مكان على الليفينج روم كلها. بس كده كده هم اصلا يعني سستينبل سيتي اكتر حاجه موجوده جوه الكوميونتي ان كل حاجه معموله بطريقه انه ما تفوت حراره للبيت. حلو، فده اكتر شيء كان يعني الديفلوبر مركزين عليه بسستينبل سيتي. في هنا الستور روم، انت حضرتك عندك اطفال صح؟ طبعا. فممكن كل الالعاب او الحاجات اللي يكونوا ديلي انه بده الاولاد يطلعوها برا الجاردن فممكن تتحطي هنا. بعدين حتى لو الشنط السفر وكده اللي بتكون محتاجينها كل سنه تقريبا يعني. دلوقتي خليني اوريك الباث روم تبع الضيوف. هو ده ده للضيوف. فمساحته حلوه وفي كمان كله في خزانات واسعه. ولو شفت ايفن حتى التايل والسكيرتنج يعني حتى الوان متناسبه فده بيعطي هدوء يعني كلاسيك. شيك جدا كمان. شيك جدا وكله يعني شفت الاضاءه كمان حلوه كمان. طبعا فممكن ده نستعمله للضيوف طبعا يعني. وهنا المطبخ مساحته واسعة، ممكن نحط هنا الدايننج تيبل اوكي للاطفال. دي الدايننج روم يعني. دي الدايننج روم ممكن نحطها دايننج روم هنا اوكي. وهنا الكيتشن اوكي مع الابلاينسز. هنا الميكروويف. وبعدين اهم حاجة انه كل الاكويبمنت هنا اتس سيفنج انرجي. ده الشيء الحلو كمان هنا. الخزانات واسعة، لو بتشوف كل الخزانات واسعة فممكن تحط كل الاكويبمنت او كل الاغراض اللي انت محتاجها في المطبخ. فيري جود. بعدين حتى الكواليتي تبع الخشب يعني اتس جود كواليتي. وهنا كمان نرجع دايما يعني فيو حلوه كمان. ممكن يعني الصبح تكون مدام حاطه مش عارفه اغاني فيروز وكده ومطله وبتغسل الاواني. ما تكونش زعلانه ما تكونش زعلانه تكون راضيه عليك. دلوقتي هوريك اللاندري روم. هنا نحط الواشنج ماشين. وفيك هنا كمان مكان مخصص ده عاملينه الكوميونتي للريسايكلينج، فممكن هنا تحط البلاستيك لو اي حاجه يعني اناين او شيء بلاستيك. هنا في عندك البيبر تحطها هنا والميتال والجلاس. فكره جديده جدا طبعا. وكمان دي صديقه يعني للبيئه ايكو فريندلي. فهالشيء حلو يعني بتتميز به الكوميونتي هاي. أوكي. يعني هالشيء ما بتلاقيه في مظبوط. انا اول مره اشوفه بصراحه يعني. مظبوط. ودي الميد روم اوكي مساحتها مناسبه. وكمان في الباث روم فيها ستاندينج شاور بس فيها كمان حتى شباك يعني للتهويه او كده. حلو. انا اول مره اشوف ميد روم فيها شباك حلو للاضاءه وكده. شباك كبير كمان حلو. دلوقتي حفرجيك الماستر بيدروم. زي ما انت شايف هنا يحيى مساحته كبيره وحلوه وكمان السيلينج عالي فده بيدي اضاءه وراحه كمان راحه نفسيه. فبيدي اضاءه حلوه للغرفه. ففينا هنا خزانه واسعه دريسنج روم. في خزانه واسعه فممكن حتى المدام ممكن تحط هنا شوزز. فامشور انه هتنبسط بالمكان ده. ممكن تخلي لك بس السبيس ده هيكون بس مناسب لإلك. شفت اكيد صح. هتعلق هنا الجاكيتات تبعك لو التيشيرتات هنا والقمصان خلاص. حلوه كتير. وتخلي الباقي للمدام. هي اهم طبعا اكيد. ودي الباث روم. في الباث تاب اوكي. في هنا الستاندينج شاور. وكمان حتى الكواليتي السيراميك والخشب الفينيشينج تبعه كتير يعني كويس. حلو ومرتب الفينيشينج اوكي. دلوقتي خليني افرجيك فيو امشور انه حيعجبك جدا. هون رح نروح على البلكوني واسع وحلو. فممكن نحط التيبل هنا لو عايز تقعد كده المسا تقعد هيك لحالك هنا وكده. في كمان الشيء الحلو انه كل الفيلا في سبيس فده بيعطي برايفسي لإلك. مظبوط. دلوقتي خلينا نشوف الروم الثانيه.
كثير فممكن دي للاطفال، هنا في خزانه فواسعه كمان فممكن نحط كل ملابس وهدوم الاطفال هنا بالخزانه. في كمان واش روم هنا، كل الاوض ماستر يعني. حلوه كل الاوض ماستر. وفي ستاندينج شاور اوكي، وكمان لو شفت حتى الكلر كله يعني بيدي راحه نفسيه، وكل الفينيشينج لو انت شفتها يعني لا الفينيشينج تحفه يعني بصراحه تحفه. وكل اوضه فيها وكل اوضه فيها بالكوني، فهو نفس البالكوني هاي هو نفسه تبع الماستر بيدروم. كفاية الجرين اريا اللي حواليك. الكوميونتي حلوه قوي، الجرين اريا حلوه قوي. اوكي دلوقتي حنروح على الروم الثالثه. دي الروم الثالثه كمان واسعه واسعه، في هنا الخزانه يعني واسعه. دواليب هنا ممكن تعلق حاجات، ممكن ترتب الاغراض هنا، فهي واسعه ومناسبه وفيها بلكون برضه بس اصغر يعني. كمان بس ده بلكوني صغنطوط، شو بتقولوا بالمصري؟ صغنطوط صغنطوط. وكمان للاطفال الصغيرين بقى، الاطفال الصغير ده للطفل الصغير. ايوه فبس مطل كل البلكوني مطل على الجاردن تبعك، مطل على الفيو على الكوميونتي. هنوريك الروفتوب. واو مساحته حلوه جدا، مساحته حلوه وجميله. وكمان لو شفت هنا شيدت بالسونال بانيل. اوكي وشوف كده يعني ممكن تحط هنا دايننج تيبل. لو شفت هنا كل الكوميونتي يعني كل الفيلل حاطين تيبل هنا. اوكي سيتس وكده زي قاعده يعني. فممكن لو في عندك ضيوف او صحاب او كده بالويكند يعني وصحاب الاولاد كده فممكن هيك يعني دايننج هنا او فطور او غدا او كده. حلو حلو ومساحته حلوه جدا يعني. مساحته حلوه جدا وكمان شفت الكوميونتي يعني كلها مساحه خضراء، كلها مساحات خضراء، فالفيو جميل جدا. لا المساحات الخضراء هنا بصراحه كلمه السر في الكومباوند كله يعني. صح صح هي كلها اوريدي يعني الكوميونتي كلها يعني مساحات خضراء. دلوقتي حنروح اوريك الفيلا الفورنيتشر فيلا عشان تشوف بس اللي اوت كيف بيكون. احنا خلصنا من الفيلا الاولى وتصور عجبتك صح؟ طبعا حلوه جدا. دلوقتي حنروح على الفيلا الثانيه. بس باي ذا واي احنا انا كنت حكيت لك على سربرايز، على تو سربرايز صح؟ من بين السربرايز هاي اوريدي في عندنا بيضون اللي هي موجوده هنا، هنروح لها دلوقتي وهفرجيك اول سربرايز. ليتس جو يلا. مشاتل كلها بايو، لو شفت ده كله بايو، التوميتو واو دي توميتو فكل الحاجات كل الفيجيتابل هنا بايو اوكي. وممكن كمان السكان يساهموا في زراعه المشاتل هاي ويكون لهم نصيب كمان من المشاتل هاي. فانت مثلا بالويكند ممكن تجيب حتى الاطفال او يور اون فاميلي تقعدوا هنا بتزرعوا شيء. حلوه جدا فكره جميله وحلوه، ويعني ممكن تقضوا الويكند هنا يعني انه تزرعوا يعني your own vegetable وكده. فهو يعني مكان جميل. انا شمع اصلا ريحه حلوه قوي.
مقدارها كده. ده أظن بقدونس. فكل أنواع المشايت المزروعة هنا. هنا البول. أوكي والجيم. هنا الجيم وأوبوزيت لإله في بول. فكرة حلوة جدا يعني. فحتى المنظر يعني لما أنت تكون تلعب رياضة المنظر جميل وحلو كمان. يشجع على التدريب أكثر. طبعا اكيد. ودايما لو بتلاحظ دايما موجود كل الكوميونتي فيها جرين اريا. طبعا جرين اريا هي كلمه السر في الكومباوند كله. فممكن تتمشى وكمان في حتى مساحات يعني مور ذان 5 كيلومتر يعني للمشي. في سايكلينج كمان هنا. في سايكلينج يوديك لشارع قدره. اوكي على شارع القدره. فلو بدك حتى يعني تروح سايكلينج تروحوا تعملوا بيكنيك او طلعه مع العيله وهيك فممكن تعملوها على القدره عشان انت بتعرف القدره في ليك وفي مكان حلو جدا فممكن كمان تكتشفوا مع العيله. دلوقتي وصلنا الفيلا نمبر 2 اللي هي فورنيتش فيلا. اوكي دي مفروشه. دي مفروشه. شو فيلا يعني. بص كده على الجاردن كده من قدام. اوكي الجاردن حلوه قوي وجميله فكلها هنا مزروعه. اوكي دلوقتي هندخل جوه الجاردن. يلا نخش جوه الفيلا. اوكي دي الفيلا المؤسسه بالكامل فورنيتشت يا فيلا. اوكي هاي مساحتها كمان 3400 سكوير فيت و3 بيدروم وميد روم كمان. اوكي فنفس المساحه للفيلا الثانيه. في هنا زي ما بنشوف التيبل الصوفة. التيبل لو شفتها يعني الفينيشنج تبعها كتير حلو تحسها كده يعني الماتيريال تبعها كويسه وتحسها كده كلاسي. وثريا كمان اتس سو كلاسي عجبتني صراحه حلوه قوي. اوكي وفي كمان هون الوول بيبر هنا كديكوريشن كمان ورا التلفزيون ورا التي في شيك وحلو كمان مدي كده طابع حلو للبيت للليفينج روم. تي في ده التي في. اوكي في هنا الصوفة كمان لو شفتي كمان حتى الوانها متناسقه جدا. وفي زي ما انت شايف التيبل دي فممكن تستعملها يعني انه تحط لابتوب لو عندك شغل تخلصه هنا بالبيت تشتغل عليها. او ممكن لو انت بتحب الكتابه او انك تقرا كتاب كمان فحلوه قوي دي. ودي التويليت دي تويليت جيست. اوكي تبع الضيوف. وهنا في الليفينج روم شفت الفينيشنج كمان تبعها حلوه قوي دايننج تيبل حلوه قوي. ودي الكيتشن مع كل الابلاينس تبع الكيتشن والاكويبمنت. يلا تعال نطلع فوق دلوقتي. يلا ودي اول ماستر بيدروم زي ما انت شايف هنا في البيت والسايد تيبل. ولو شفت كده الالوان يعني كتير متناسقه وجميله. أوكي. هنا والمساحه كمان كبيره جدا يعني في سبيس حلوه السرير محطوط بس في سبيس. وطبعا هنا مكان ولا اروع اللي هو البلكوني. مساحته حلوه والفيو جميله جدا. لو شفت الفيو حلوه قوي. لو شفت البلكوني اوريدي مطل على كل الكوميونتي وعلى الجرين اريا كلها وكمان بيطل على الجاردن نفسها تبعك ففعلا الفيو يعني حلو جدا. دي الاوضه الاولى للاولاد. السكند اوكي تبع الاولاد حلوه قوي مع بالكوني. ودي سكند روم كمان للاطفال ومعها البالكوني. حلو ذوقها حلو. هو الذوق حلو انه كل بيت عندها رونق وطابعها الخاص كفورنيتشر. تمام كده انت وريتينا الفيلتين يعني واحده فورنيشت واحده انفورنيشت الاولانيه. صح ايه اللي عجبك؟ اللي عجبتني الاولى اكتر اللي هي انفورنيشت عشان كل واحد يفرش اوضته على ذوقه في الاولاد وانا يعني يبقى ليا ذوق مختلف شويه عن فبدك تحط بصمتك انت في البيت يعني. يعني دي اوكي تأثث على ذوقك يعني دي اوريدي حلوه بس انا عايزه افرش على ذوقي اكتر يعني بحس ان انا اخد حريتي عايز احط بصمتك والستايل تبعك. مظبوط مظبوط.
هيكون ايجارها بقى كام الاولانيه؟ الاولانيه 190,000 اوكي اوكي بالسنه. والحاجه الحلوه انه هنا المينتنس فري. اه اوكي اوكي. فعلى طول السنه يعني سنه كامله على حسب عقد الايجار تبعك، المينتنس على الديوريشن لسنه كامله يكون فري. في حاجه تانية كمان، انت لو لاحظت كل البيوت هنا شيدد اوكي، فحتى فاتوره المكيف هتجي لك مبلغ بسيط احيانا هنا يعني حتى بالشتاء اوكي. للكاستمرز تبعنا الفاتوره بتكون رمزيه يعني مبلغ بسيط جدا اوكي، عشان انه اوريدي المكيف انت ما بتستهلك كتير مكيف عشان اصلا جريت يعني اوكي. طبعا اكيد وهيدا كله سيفنج لإلك. وانا عارفه انك هتسالني اكيد على البيمنتس. مظبوط. مش عارف لو تقدر انت دفعه واحده ولا بدك شيء يعني شي دفعتين يعني. على شيكين لو اوكي. اه احنا فليكسيبل يعني ممكن على على 2 تشيكس او 4 تشيكس. حلو حلو. والديبوزيت هي على انت بتعرف يعني 5% اوكي من قيمه الايجار. وفي هون كمان حتى السكيورتي 24 hours اوكي، فما بتقلق وما ما تشيل هم مثل ما بيقولوا باللبناني. تمام. اوكي بس انا ممكن اخد يوم بس افكر كده اكيد بعد كده اكلمك عشان ان شاء الله نبدا نعمل العقود ونكتب الشيكات ان شاء الله. اوكي ماشي. شرفتك. ميرسي جدا وانا سعيده جدا بمقابلتك اليوم. والحمد لله توفقنا لنلاقي الفيلا اللي بيدور عليها يحيى. وانتظرونا في حلقه تانية من سمسار في دبي مع كاستمر تانية. باي.